حضراتكم عن استعدادات هيئة السكة الحديد لاستقبال العيد. كل عام وحضراتكم بألف خير. واسمحوا لي مباشرة بينضم لي عبر الهاتف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد. يا باش مهندس أهلا وسهلا بيك وكل سنة وانت طيب. وانت طيب يا فندم والمشاهدين طيبين. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني المهندس سامي عبد التواب بيقول لنا من الصبح على استعدادات الهيئة لعيد الأضحى المبارك، بس في حاجة فرحتني أنا كمواطن مصري في الفترة اللي جاية إن شاء الله تتنفذ عن قريب، وهي إني أشوف الدرجة الثانية والدرجة الثالثة بتاعت أهلينا اللي ياما تعبنا من شكلها وأرهقت المواطنين، إننا نشوفها إن شاء الله مكيفة في التطوير بتاع هيئة السكة الحديد، فده شيء محترم للغاية. كلمنا أكتر عنه يا فندم بالتطوير. إن شاء الله إحنا في صدد تعاقد على 1300 عربية إن شاء الله رب العالمين خلال الفترة القريبة القادمة. ببشرك إن في منهم 500 عربية درجة ثالثة مكيفة، اللي هي درجة ثالثة اللي هي كنا بنشوفها يعني بحاله يعني شغاله على خطوط الفروع ان شاء الله خلال الفتره القادمه، وتبقى توجيهات معالي الرئيس ان شاء الله خدمه المواطن المصري في السكه الحديد هتتحسن بدرجه كبيره جدا. فان شاء الله في 500 عربيه درجه ثالثه هيبقى فيهم نظام تكييف، ودول باسعار اقل من الدرجه الاولى والثانيه المكيفه، وهيعملوا على الخطوط اللي هي الخطوط اللي هي الطوالي من القاهره لاسوان ومن القاهره الاسكندريه ان شاء الله والخطوط الفرعيه. تمام. والباقي اللي هم 800 عربيه هيكونوا عاديين، دول في الخطوط بقى الفرعيه. في عندنا 500 كمان درجه ثالثه يعني تعتبر مميزه اللي هي التهويه الديناميكيه، وفي عندنا 300 عربيه درجه اولى وثانيه مكيفه. طيب انا كنت بتكلم برضو على 1300 عربيه، كنت بتكلم برضو على مع الباشمهندس على جزئيه القطارات المميزه يا باشمهندس، وان ما فيهاش سلات مهملات. يعني لو حضرتك دخلت القطارات المكيفه هتلاقي في ظهر كل كرسي في مكان لوضع ورقه، اي حد بياكل اي حاجه، كان بيبسي اي حاجه. لكن في نفس الوقت القطارات المميزه ما فيش الكلام ده. هل في القريب العاجل ممكن حضرتك توجه بان ده يكون موجود؟ والله اتمنى ان شاء الله ممكن نعمل برضو خدمه بان في كل عربيه زي سله كده مثبته في جسم العربيه دي، يبقى زي وده اقتراح جميل واقتراح وجيه، وان شاء الله هنشوفه وندرسه مع ورش الصيانه ان شاء الله. نتمنى يا فندم. طيب الفتره اللي جايه لو تخصونا بقى بالتطوير اللي هيحصل ان شاء الله في هيئه السكه الحديد، وهي تستاهل هذا التطوير، تاني اقدم سكه حديد على مستوى العالم كله. يعني احنا في الفترة القليلة القادمة احنا شغالين عن كثب بتطوير نظم الاشارات والبنية الاساسية. عندنا في شركات عملاقة شغالة معانا في 1000 كيلو سكة لتطوير نظم الاشارات بحيث تبقى بالنظام الالكتروني اللي هي الكترونيك انترلوكينج سيستم. ده نظام بيسمح بنظم الكترونية عالمية في مجال الاشارات، وبيقلل من تدخل العامل البشري. ده شغال معانا حاليا تعاقدات مع شركه تلس الاسبانيه الخط القاهره اسكندريه، وان شاء الله منتظر نهو هذا المشروع في 2020. في عندنا برضه حضرتك شركه سيمنز الالمانيه دي واخده حضرتك من بنها لبورسعيد وسكشن من الزقازيق الى ابو كبير بطول 214 كيلو متر اشارات برضه، ودي وحضرتك هينتهى هذا المشروع في مارس 2020. في خط إبلي فيه طبعا واخد النصيب الأكبر. يعني إن شاء الله عندنا فيه 250 كيلو من بني سويف لأسيوط واخدهم شركة أليستو الإيطالية، وإن شاء الله منتظر نهايتها في 31/7/2019 دي شغالة حضرتك دلوقتي في القرقاس وغلدة وعن كسب. يعني في عندنا برضو من أسيوط نجا حمادي شركة تلس برضو الأسبانية بطول 180 كيلو، وعندنا إن شاء الله من نجا حمادي لحد الأقصر ده شركة كورية وكارد كوري، وشغالين فيه ان شاء الله الاستشاري شغال دلوقتي في المسح بتاع الخط. يعني ان شاء الله في نهايه 2021 هيكون عندنا يعني سكك حديد بنظام الكتروني في نظم الاشارات. بيتواكب هذا برضه مع مع ده ممكن يقلل يعني يقلل يا فندم، ده ممكن يقلل الرحلات مثلا تاخير الرحلات ولا لا؟ يزود. ايوه يا فندم، ده ممكن يقلل من الوقت بتاع تاخير الرحلات. ده هيقلل زمن التقاطر يا فندم، هنشتغل بنظام التقاطر الفتره الزمنيه زي نظام المترو الحالي. نظام التقاطر هيقل عن 10 دقائق ان شاء الله رب العالمين، هنزود 10 دقائق القطارات الى ما يوازي 150% من عدد القطارات الشغاله حاليا. انا شايف روح المترو تحكم كامل في ابراج مركزيه،
يعني البرج المركزي ده هيشوف القطر على على مسار الشبكه ممكن يشتغل معاه لو في لا قدر الله اي خطر او ريسك، بيقفل السمافرات اوتوماتيك قدام القطار، في تواصل وفي اتصال مباشر مع قائد القطار. كل هذا الكلام من برج التحكم المركزي، ده حاجه نظام يعني على نظم اللي هو غرف التحكم المركزيه العالميه واللي بنشوفها في باريس وبنشوفها في المانيا، وده نظام سيل فور واخد نظام السبت الرابع على المستوى العالم، ده حاجه يعني تعتبر بالنسبه لنا شيء يعني محترم للغايه يا باشمهندس. كان في السبت بالنسبه لنظم الاشارات والتحكم في مسير القطارات شيء محترم للغايه، وكل عام وحضرتك بألف خير. يتواكب هذا برضه ان احنا بالنسبه للاسطول الجرارات والعربيات، يعني احنا بنطور في البنيه الاساسيه وبنطور برضه في الجرارات والعربيات. يمكن انا قلت لسيادتك دلوقتي على موضوع التعاقد على 1300 عربيه، ده اكبر صفقه في تطوير العربيات على مستوى شركه حديد مصر في تاريخها. في عندنا برضه ان شاء الله رب العالمين، وتعاقدنا بالفعل مع شركه جنرال الكتريك الامريكيه على 100 جرار، وده 100 جرار قدره عاليه بالنسبه للورس باور، وشغالين في اعاده تاهيل 81 جرار، وعاملين عقد صيانه لل 181 جرار لمده 15 سنه. الحديث يطول عن تطوير هيئه السكه الحديد يا فندم. 575 مليون دولار. واسمح لي باشمهندس اشرف رسلان ان احنا حضرتك تشرفنا ان شاء الله في الاستوديو، والحديث يطول مع حضرتك عن تطوير الهيئه، وكل عام وحضرتك بألف خير. شكرا جزيلا المهندس اشرف رسلان رئيس هيئه السكه الحديد، شكرا جزيلا يا فندم. وأعود مره ثانيه للمهندس سامي.